السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم. مع مهند من بن حموده للسيارات من شيفروليه في ابو ظبي والعين. اليوم هنتكلم عن سيارتنا الجميله اللي طال انتظارها، فئه ال تي الكابينتين من السيلفرادو ال تي. زي ما انتم شايفين الموديل 21. موديل 21 يعني في عندنا التشغيل عن بعد، الحساسات الاماميه، الشبك الكروم، الدعميات الكروم، بنجات 18، اواير جودير. نشوف قياس التاير 265 على 65 على 18، طواير عاديه زي ما انتم شايفين للاستخدام داخل المدينه والقط. طبعا زي 71 باكج عشان الاوف رود، لو حبينا نطلع اوف رود. الاضاءه ال اي دي للكامبينج والبر، نقاط عمياء على المرايات، دخول ذكي على الابواب، لف لفه حوالين السياره، اضاءه ال اي دي خلفيه، دعميات الخلفية بتكون طبعا كروم مع دول اكزوست، كاميرتين خلفيتين زي ما انتم شايفين، كاميرا للريفرس او الريوس، وكاميرا للهوك. تورينا الهوك من فوق عشان تساعدنا طبعا في تركيب الهوك او الجلس. طيب نشوف من الداخل زي ما انتم شايفين في جسم السيارة في سبويلر وفي الاضاءة اللي هو ستوب لايت. الخلف حجم ما شاء الله كبير، هي نفس ال 2020. هقول لكم الجديد اللي تم اضافته عليها، بس احنا بنتكلم النهارده ان السياره وصلت الحمد لله مع تحسين كتير في صفيه البترول. زي ما انتم شايفين المتر الواحد ماشي 10 كيلو، لان هي طبعا السلندرات بتاعتها دايناميك، تفصل 6 سلندر وتمشي بدايه من سلندرين 2، وبقيه السلندرات بتكون حره ودايناميك حسب ما السياره هي محتاجه من باور، بتشغل وتفصل سلندرات بدون تدخل من السائق. طبعا زي ما انتم شايفين الداخليه فول 4x4 كامل مع الاضاءه الزينون ال اي دي، تشغيل الهاند بريك طبعا زر، تشغيل البصمه، تشكيل ستيرنج، سكان، شاشه الاتش دي والكاميرتين الخلفيتين يظهروا عليها. هنا طبعا في فرق ما بين السياره دي وفئه تانية تحتها، ان هنا في سده زي ما بيقولوا فيها تخزين، ودي ثابته طبعا بتكون. في عندنا هنا الكونسول مع التخشيب، في شاحن لاسلكي للتليفون، دي اضافه جديده على فئه ال تي. تمام، شاحن لاسلكي للتليفون هنا، يعني عندنا نوصل الابل كار بلاي والاندرويد اوتو وايرلس على الشاشه. اي سياره يكون فيها شاحن لاسلكي للتليفون ده يعني انك تقدر توصل تليفونك بالابل كار بلاي والاندرويد اوتو على الشاشه وايرلس. القديم او الموديل اللي قبله كان لازم توصل بالكيبل فقط. ده يعني كمان ان السياره اللي بدون سده تقدر توصل لها الابل كار بلاي والاندرويد اوتو بس فقط عن طريق الكيبل، عشان تعرفوا تختاروا حسب احتياجاتكم. اللي عايز وايرلس ابل كار بلاي واندرويد اوتو يعني ياخد السياره اللي بالسده، اللي بدون يبقى ياخدها بسيت طويل. طبعا مع اضافه الاس او اس الاون ستار زي ما انتم شايفين، الخدمه الجديده بتاعتنا اللي تم اضافتها على كل سيارات ال 21، متوصله السياره بالاقمار الصناعيه، بتساعدنا في الطوارئ، بتعرفنا بيانات السياره ومعلومات عن السياره، حال الماكينه، كم كيلو السياره ماشيه، امتى السيرفيس، حتى عمر البريكس، عمر الفلتر، فلتر الهواء، فلتر الماكينه، كل الحاجات دي بتظهر على الشاشه، والاون ستار بيساعدنا ان احنا نعرف عنها طبعا. طيب معاكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حموده للسيارات، في انتظار اتصالاتكم عشان نحجز السياره الدفعه الجديده اللي وصلت من ال 21. اهلا بكم.